واللي بيسأل عن مايا وين مايا مختفية. مايا وينك؟ بلعب بلايستيشن. من يوم ما جبنا البلايستيشن واحنا على هاي القعدة. مش بس هيك، وجابت شاشة أكبر عشان تستمتع باللعب. أنا بستمتع كمان بلعب روبلوكس. طب ضفت الناس قالوا لك ضيفين على روبلوكس؟ ضفت كتير بس مش كلهم. ليش؟ شو السبب؟ لأنه الروبلوكس تبعي رح ينفجر. طيب شو الحل يا مايا؟ لازم نضيف كل أصحابنا. شو الحل؟ نفتح أكاونت جديد. نفتح أكاونت جديد. بتوعديهم إذا فتحتي أكاونت جديد إنك تضيفي الأسماء لسه ما ضفتيها؟ بوعدهم. بينك بروميس. طيب مايا، امبارح وصلت طلبت شيء ان اللي طلبتيها، فتعالي نفتحها مع اصحابنا نلعب بعد. يلا اوكي، يلا روحي جيبيها. يلا تعالي هيني بستناكي. يلا يلا فرجينا الاشياء. انت مو متحمسه تشوفي الاشياء؟ الخزعبلات اللي اشتريتيها من شي ان، الاشياء الغريبه عجيبه. نلعب اكثر ما. طيب يلا روحي جيبي الاغراض وهيني عم بستناكي. وصلوا الاغراض. يلا. انا حاطه لك اياهم بهذا الصندوق. بدك تصوريهم هون على الطاوله. يلا يلا ماما نبدا نفرجيهم الاغراض. يلا فرجينا شو جبتي. مشتريات شي ان. اول شيء عندنا هاي. هاي يعني بتحطوها زي هيك وهي بتاكل البذر. بتفتح البذر. يعني. طب انا حجيب بذر ونشوف اذا هاي الاختراع عن جد فعال ولا غير فعال. اوكي خلاص. هيا ماي رح احط لك نوعين من البذر. هاي بذر عباد الشمس. والبذر العادي. خلينا نشوف. انا بحب البذر العادي اكثر من عباد الشمس. يلا خلينا نشوف النتيجة. اول شيء نبدأ بالبذر العادي. ما بيزبط. ما في اجرب انا. هيك لازم استني. مش هيك، هيك هيك هيك. يلا اضغطيها هلا اشوف. صعبة. طب رح نجرب النوع الثاني اللي حطيه ماما. هيك نضغط عليها. طلعت زي ما هي النتيجة انها زي ما هي. طب هاي ثانية. شوف شوفي هاي اصغر من هاي الجهة. لا من الجهة الاصغر. يلا اشوف. انكسر. والنتيجة انه البذرة تكسرت. شوفي ثانية ثانية البذرة تكسرت. طيب حنجرب اخر تجربة من الجهة الاخيرة هاي. اوكي يعني حط حديقة. استني استني شوي اعطيني. حنجرب بالبذر هذا النوع. هذه هي البذر الطبيعي. طبعا هي حتى الموضوع كتير صعب. لا ممكن ينكسر اصبعي ما تنكسر البذرة. عن جد؟ طيب نجرب هاي الجهة. يلا يلا. ممكن طيب انكسرت البذرة وما انفتحت برضو نفس النتيجة. يعني تجربة كتير فاشلة. فهاي اذا بتشوفوها بشي ان شو تعملوا؟ لا اوعكم اوعكم تشتروا هاي الشغلة من شي ان. هاد اختراع فاشل. يلا نروح نفتح شي تاني لا بيكون احسن منه. بس اطول البذر. هيك اخليه هون. الاختراع فاشل. هلا طيب بدنا نشوف هاي ماي. انا اخترت هاي. فرجينا هاي. لا انا اخترتها. انا قلت لك عنها. طيب صح انت اللي انت كل هذا انت اللي اخترتي. هاي جايز. هاي بتطلع على الضوء زي هيك. طيب يلا خلينا نفتحها ونشوف كيف. صراحه عجبتني البطه اكثر بس ما كان في بطه. كان في هلا كتير بس انا ما بحبها. هاي جايز ماي ميلودي. وهون حطيت اللزق وهلا راح احطها هون. ياي كيوت كتير حلوة. آه. هاي اشتروها حلوة. هاي حلوة. أنا بعد هيك كان هي هيك تربت. المنتج لازم تجيبوه لأنه كتير كتير حلو. فيلا هلا غمض عيونك. غمض عيونك.
هاي كتير كيوت وحلوة، افتحيها يا مايا. انتي طلبتيها صح؟ صح. وهذا البازل الميني بازل كتير حلو، وعلى هو على هذا الشكل. طيب يلا افتحينا اشوف كيف الحجم من جوا. اوكي اطلكم واحدة. يلا هاي واحدة على الأد. اعطيني انا انزل. شوفوا جايز ما اصغرهم وكيوت كتير، فمنتج حلو عن جد. هاي كتير حلوة، حتى الكواليتي تبعها سميكو كويس. سميكو كويس، بس انا ما بحب كتير بازل. ماما بتحب البازل. شوفوا هاي كلها بازل ماما ركبتها. 3000 قطعة. والله يا ماما انك شاطرة. انا بركب حبة بازل ماما تعبت. طب مين ملكة البازل عندنا بالعيلة؟ تيتا. كل اسبوع بتركب 2-3 بازل وممكن يوصلوا ل 6000 قطعة. قطعة. Next please. Hey guys، بسألوني اكيد شو هاي. هاي يعني تحطها عليها التليفون. اشيل الكفر لانه الكفر كثير كبير. هذا هاي حطينا تليفون ماي عليها. هذا ستاند تليفون. شوف بتوقف اكثر هيك ممكن. ممكن تحطيه هون فهو هيك يعمل حيميل. طيب اذا حطيناه بالطول خلينا نشوف. لا بس بالعرض كأنه زي بدك تحضر فيديو اشي. هيكون هيك كتير حلوة، لان دايما انا بحب لما اكل اثبت تليفوني على اشي، فهي رح تساعدني كتير. فهذا المنتج شو مايا، يشتروه ولا ما يشتروه؟ يشتروه لان الشخصية انا بحبها، وكمان بوقف هيك بوقف تليفوني وكل اشي. والمنتج اللي بعده هو هذا. هذا الاشي الغريب عجيب اللي انا اصلا شخصيا ما بعرف كيف معي طلبته. والله حلو كيوت. طب يلا فرجينا كيف. هذا كثير حلو. طلع هاد شو بعمل. طلع هاد طوق. طبعا هروح عليه. خلينا نشوفه بالاول. هذا هو طوق. في هنا زي هيك بتعلقوها على شعركم، فهو هيك بطيب شعركم لفوق. جاهزين تشوفوا مايا؟ ترى شوف مايا كيوت. مايا شو هذا الاشي الغريب؟ يعني معقول تطلعي بالشارع هيك؟ طب تفضلي امشي هون فرجينا كيف حيكون شكلك وانت ماشيه فيه. اشوف قرب علي. لا 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 مايا اوفر، هذا المنتج اوفر. لا تطلبوه. لا تطلبوه. في منه شكل تاني بس انا عجبني هذا. عزبالي معايا بسرعة. لا اطلعوا لما تفكوا من شعرها شو بيغلب. فهذا المنتج. لا نسيته اشيل. نسيت اشيل. نسيت اشيلي. استنى ساعدي خليني بس ساعدي. انت هذا يلا اسحبي انت. اسحبي شعراتك يلا. تمام شعر ما ينكش عادي. يلا اللي بعده اللي بعده معايا. وهذا الطوق الشعر الثاني. عندي كيوت. اتوقع انه هذا رح يكون كيوت. والطوق الثاني جاهزين تشوفوا مايا فيه؟ ترى خلينا نشوفك بالطوق الثاني. يا عيني يا مايا هذا حلو كيوت مايا. احلى. لا لا مو احلى ابدا مو احلى. يا هو حلو بس هذا احلى. يلا اللي بعده. هذا كمان لازم تشتروه كتير حلو. يعني هلا اسوأ منتج معنا تبع البزر. هاي عزبالة. هاي مش سيئة. هاي عزبالة. خلص انا جايبينها. يلا خلص مسكتيها. يلا صوريها. وهذا المنتج مخصوص لفراش الرسم. بعد ما تلونوا الفراشة بتكون وسخة عشان ما تعبي الدنيا. بحطوها تحطوها على الطاولة فحتلاقوا مكان تحطوها فيها. فهذا المنتج جدا مفيد وكويس خصوصا للرسامين زي ميوش. ميوش المنتج اذا كنتوا رسامين زي اشتروه لانه كتير كتير كويس للرسامين. اللي بعده يا مايا. اللي بعده يا عبده. في عنا هذا صراحة. هاي كتير كتير حلوة. انا اللي طلبتها. مش انا يعني أنا... لا انت حتنبسطي عليها اكثر اشي. يلا افتحيها خلينا نشوفها. انا بحب انا هلا حزيح هاي الشغلات كلها من هون عشان اترك لك سبيس تحطيها. هذا فراشي بينك.
هدول فراشي رسم كثير حلوين كثير كيوت لانه هيك بيبي بينك كيوت صح ماما كثير حلوين كثير كثير حلوين احلى شيء انه في مقاسات انت بدكم اياها ف يا هلا انا ثاني ايوه يا معي يلا وايش هذه يا ماما وهاي قاعدة للرسم أو حتى بتحبوا تلعبوا معجون عليها هاي سيليكون كتير حلوة وهون مثلا إذا بترسموا بتحطوا هناك فراشيكم هون بتحطوا فيها مي وهون بتحطوا الألوان طب تزبط للأكل لا لا هيك بتشبه كتير إنه فهاي كتير كتير حلوة وكتير عملية ورح نصور فيديو جاي فيها ونفرجيكم كيف على أرض الواقع استخدمناها يلا شيليها يا مايا وتنظيفها احلى اشي انه بالمي وكتير سهل وهيك ما منوسخ الطاولة ما متخيل استخدمها للأكل بتخيل انها كتير حلوة كمان اللي بحبوا يلعبوا بليدو فانه حتكون كتير حلوة او بحبوا صلصال تبع الفخار وهلأ بعد ما فرجيناكم يا حبيتوها ولا لا هذا المنتج انا بقول اشتروه اشتروه هلأ يا مايا بليز افتحينا هاي هاي جايز من زمن الطيبين يلا يا مايا افتحيها عشان تشوفي ايش هي من زمنك يعني من زمنك يعني أنا كبيرة يا مايا كم عمرك؟ سر هي إيش ماما عبارة عن إيش؟ هلا بتشوفي بدي أحطي عليها طيب بس أساعدك؟ أيوة حطي أيوة بالضبط هيك يلا تمام لفها يا ولد حسوس هيك بكفي؟ بكفي يلا انفخي نشوف حيطلع بلون ولا لا واو انفخي قوي يا مايا ايوه هلا طلعيها بايدك عشان هيك بصير معك خربت اصلا خربت وهذا هو المنتج اكيد كل زمن الطيبين لعبوا بهاي الشغله وبيعرفوها كثير منيح انا ماما كثير بتعرفها بس انا يعني مو شاطره فيها كثير لانه ايش يا مايا شو قصدك بهذا الكلام انه انا كبيره نلعب اذا بدكم تلعبوها وتتسلوا وبتكون ألعاب أمكم تعرفهم زمان هاي اللعبة very good إذا عجبتكم اعملوا لنا كتير 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 لايكات لايك طيب بس منتجين فرح فديكم هاي هاي انتو يعني رح تسألوني ماذا هذا يا مايا هلا بحكي ما هذا يا مايا هل تقصدين ذلك ايش ما هذا هاي هاي ستانلي هاي الستانلي يا مايا فرجينا كيف هاي غطاي لمصاصة الستانلي هاي غطاية الستانلي سلام الشخصية انا بعشقها فهيك بتفتحوها الغطاي اي اقلس ان ايدي ابدا مشوي فهدهن دن رجعت تكروها وباي باي ستانلي كثير حلوة يا مايا هاي انا كثير عجبتني لان هيك بتعطي منظر حلو للستانلي وهاي الشغلة كثير كثير حلوة كويسة وممكن كثير ناس يحبوها ممكن ناس ما يحبوها انا عجبتني ممكن تختاروا اشكال تانية في ماي ميلودي في كرامي في بامبورين في كثير اشكال باللحظة الحاسمة انا من زمان متحمسيت لها وهذا خلاني اتحمس كثير لطلب واحلى شيء الصراحة هذا جايز كل يوم تفتحوا واحدة زي هيك طلع افتح واحدة قدام يلا من كل يوم واحدة كل يوم واحدة وانت وحظك فعلا انت رح تتحملي انه كل يوم واحدة مايا لا صدق شو اخترتي غمض غمضي عيونك مايا الحلو انك تغمضي عيونك وتختاري لا رجعتي اخترتي نفسها يا غشاشة انت شايفة سب يلا اوكي تمام لا 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 انت هاي هاي حاطلك انت هاي طب يلا هاي اوكي يلا افتحي فرجينا اياها احلى طب ماي بليز افتحي كمان وحده وتكون هذا حظ يعني بيكون هذا حظي اوكي تمام يلا انا حغمض عيوني واعمل هيك اعمل ايه يلا انت عم تحكي لي يلا طب يلا هاي هاي يلا افتحيها يا مايا شوف ايوه
سينامون رول. كيوت. اشوف حطيها على ايديك هيك واضحة لانه. وهيها هي حظي، ممكن تعطيني اياها؟ هي ممكن تعلقيها مايا، تعملي سنسال وتعلقيها من هون. شايفة شو حلوة هي؟ جايز مش قادرة اتحمل حفلها. طيب واحدة ثالثة يلا، قلت لكم ما رح تتحمل. نفس الفيديو بنفس اللحظة فتحت كل هدول. يلا افتحي هون. هاي برافو. يلا لا تقولوا لي نفس الشخصية. هاي بابها على العكس. نفس الشخصية. نفس الشخصية. صار عندك تنتين. عادي اخوان. طب يلا يلا كمان واحدة خلص يلا. اخر واحدة. يلا اخر واحدة. يعني لمين طالعة البنت هيك؟ اكيد لامها. يلا يلا خلص. لا انا حتحمل ولا انت. طيب يلا اختاري. هاي. طب يلا. انا دخلت من ولا الاخر لانه احلى. يلا. ايوه اضغط اضغط. ايوه هيك ايوه. هاي اللي طلعت لما يا اخر اشي. لا لا خلص 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 خلص. طب اخر واحدة. طب يلا اخر واحدة. بدي افتح واحدة سينما رولية. يلا نشوف. هاي. اوكي. يا رب ما تكون موجودة عندك. سينما رول. اخذت اللي بدك اياه هو اخيرا. وهذا حظي لليوم. كنت بتمنى انه ما يطلع اثنين من هدول لان هاي الشخصيه اصلا انا ما بحبها، بس هذا حظك. وهذا المنتج، اذا انتم بتحبوا حظكم وهالشغلات زيي اطلبوه لانها كثير حلوه. حطها كمان واحدة. انت شو رح يطلع لي؟ يلا. هاي شيء جديد. هاي نفس الشخصية بس في شغلات مختلفة. نفسها مو نفسها؟ نفسها. فيها شوية أشياء اختلافات بسيطة. اختلافات بسيطة. راح شوي من أسمائكم. مريم من فلسطين وكمان يا ماما. وعنا تغريد. تغريد. وعنا سيرين من الأردن. سيرين. هي لا فرح من سوريا. هي لالينا من السعودية. لينا. وعنا تاليا قالت قولوا اسمي كمان. تاليا. وآية من العراق. وآية. نحكي لهم انه احنا كتير كتير بنحبهم. واذا ما طلع اسمكم لا تزعلوا. بدي افرجيكم رسمة من صديقتنا ليان. طلعوا لونات هذول كتير حلو يا ليان. برافو عليها ليان. هي من تركيا. دايما بتبعت لي هيك شغلات. عن جد. I love you ليان. أيس هلا ححط لكم اسم قناة ليان إذا بدكم تتعرفوا عليها وهالشغلات، وأي حدا ببعت الرسمة تبعته رح نحط له إياها بالفيديو، صح ماما؟ صح. ولا تنسوا تشتركوا بقناتي. هلا حروح ألعب روبلوكس. باي.